الريسورس داخل برنامج الـ MS Project. يمكن أن نقسم الريسورس داخل برنامج الـ MS Project إلى Work و Material و Cost. بالنسبة إلى الـ Work فهي تتضمن يكون People, Machine، يعني اللي هو يكون عمله في الساعة أو في اليوم أو في الأسبوع، يكون ده نسبة معينة. إضافة للعمل الإضافي يمكن أنه نعطي تكلفة العمل الإضافي. بالنسبة إلى الماتريال، فالماتريال مثلا هي ماتريال، أي معنى أن تكون المواد الخام مثل البريكس، الكونكريت، السمنت، إلى هذه الأمور. أما بالنسبة إلى الكوست ريسورس اللي هي التكلفة، فمنه تكون تكلفة ثابتة أو متغيرة، وهي إحنا لا نعمل لها أساين أو ما نعطيها تعريف داخل الريسورس شيت مثل ما راح نشوف داخل العملي. نتجه إلى برنامج MS Project. اوكي، بعد ذلك لابد انه نفتح الشيت الخاص في الريسورس. انت تعرف هذا الشيت خاص في الجانت شارت، فنذهب الى الفيو من التاسك فيو، وبعد ذلك نختار ريسورس شيت، او بصورة مباشرة من خلال فيو تتجه وتختار ريسورس شيت، او تنزل للاسفل راح تجد عندك انواع الفيو، من ضمنها عندك الريسورس شيت، فتضغط على الريسورس شيت. الآن فتح لك قائمة تعمل من خلالها توصيف للريسورس، كل الريسورس داخل البروجكت الخاص فيك. فهذا الريسورس بطبيعة الحال تحتاج إلى اسم، فمثلا على سبيل المثال نحتاج إلى ريسورس. أوكي، بعد ذلك أنت، فلان الآن بشكل تلقائي هو ملأ لك معظم الأعمدة. أوكي، في الكولوم الفيلد هذه نحتاج اللي هو احنا نغيرها حسب نوع الريسورس. فالان نوع الريسورس بشكل تلقائي هو اختار وورك، فمثل ما قلنا عندنا وورك وماتريال وكوست، فالان نختار وورك. الانيشيال الماتريال هو خاص في قسم الماتريال. انيشيال هو الاسم المستعار او الاسم الشورت كوت الخاص في هذه الريسورس. فتلاحظ انه انا عندي صفاء، فاختار اس كاختصارا لصفاء جاسم. بالنسبة إلى الجروب، يمكن إنه هذا الريسورس أو مجموعة ريسورس مثل تيم معين نظمهم داخل جروب معين. فعندك التيم مثلا بالبروجكت مانجر، يمكن إنه أنت تعطي أسمائهم كلهم وتضعهم داخل جروب. أما بالنسبة للماكس فهو يمثل لك نسبة توفر هذا الريسورس داخل البروجكت. فعندنا هنا نسبة معينة للتوفر الخاصة فيه، فالآن هو متوفر بنسبة 100%. الـ STD اللي هو يقاس الـ STD، يعني هذا هو الوقت الستاندر للعمل. أما هذا فهو الوقت الإضافي، فهو يقاس كل مهم، تقدر تقيسه في الساعة، في الأسبوع. أوكي، فالآن على سبيل المثال إنه الآن نقول هذا هو عبارة عن 25 دولار بالساعة. كأوفر تايم الآن يمكن إنه أنت تعطي ساعات العمل الإضافية. لما تكون عندك ساعات عمل إضافية يمكن إنه تعطيها ويمكن إنه تتركها فارغة. الكوست يوزيد لا تستخدم مع الورك بشكل دائم، ولكن الآن نتركها بزيرو. والآن الكرة الخاصة فيها تلاحظ إنه عندك ستارت وإند وبروتيت، وهنا نختار عندك عفوا بروتيت. أما بالنسبة للبيز فهو يعتمد على الكالندر، والآن الكالندر الاحتيادي هو الستاندر. نضيف كوست أخرى أو ريسورس أخرى، فمثلا نضيف اسم آخر أحمد، أنتر، فهو Work Initial A، نسبة توفر 100%. عمله في الأسبوع هو يمثل لك 20 دولار، أوكي، بالساعة. الأوفر تايم وليس الستاندر هو بزيرو. الكوست يوز زيرو. بروتيت راح نتركها عبارة عن بروتيت، طبعا هي في عندها أنواع، إنه قلنا ستارت اند وعندك بروتيت. أما بالنسبة للكالندر فإحنا نترك البيس الخاص فيه هو الستاندر. الآن خلينا نضيف كوست أخرى اللي هي على سبيل المثال نقول هنا عندنا السمنت، أنتر، والسمنت هو يعتبر عندك إيش؟ يعتبر ماتيريال. الآن تلاحظ لما أنا اختاريت ماتيريال حذف بعض الأعمدة، اللي هي الآن لو تختار ترجع على تجعله وورك تلاحظ إنه عندك الماكس وبعض الأعمدة حذفها لما أنت اختاريت ماتيريال. أوكي، فالآن الماتريال بالنسبة للاس تي دي ما تقدر انه تعطيها التكلفة الخاصة. تقدر تعطي التكلفة الخاصة فيها، انه هذه الماتريال بشكل عام هي تكلفتها كذا، ولكن الآن هي هل هي هاي باعتبار ان هي بروتيت، يمكن انه تختارها على اساس ان هي ستارت،
كبداية، أوكي؟ وبعد ذلك تعطي الكوست يوزد الخاصه فيها، نسبه الاستخدام الخاصه فيها. على سبيل المثال نختار الف دولار بهذا الشكل، اوكي. فانت تقدر تخليها ستارت باعتبار انه انت ما تعطي الاس تي دي ريت الخاص فيها. بعد ذلك على سبيل المثال ناخذ ريسورس اخرى ونقول انه عندك اوتو كات كنسخه اوتو كات يعني تشترى، فهي كلفه ثابته كوست، والكلفه الثابته لا تعطى اي قيمه لها داخل الريسورس شيت، اوكي. الان عندنا هذه هي الريسورس. فالان اكملنا احنا عمليه توصيف الريسورس. عندنا ثلاث انواع من الريسورس اللي هي ورك اند ماتيريال اند تايم. يمكن انه انت تبدي باعطاء التكلفه الخاصه فيها باي طريقه تحتاج، انه باستخدام الكوست يوز، او نهائيا انه انت ما تعطيها مباشره، انت تروح تعطيها عن طريق عمليه الاساين.